يقدم لنا مشاهدينا اللي هي بنت صوغان المركز السابع على سابع المراكز من جانب اليمين. بنت صوغان لاسمه الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم سلطان بالشر الخاطري كذلك في تضميرها، والمركز التاسع جميلة تعود ملكيتها من هجن الرياسة بقيادة مشاهدينا متابعينا الكرام أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. والمركز اللي في المركز الثامن أما تاسع المراكز تحمل شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن سيف بن لاحج الهاجري وهي سلهودة، وعاشر المراكز أنا بالضبيان لاسم الشيخ محمد بن المرة المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد في التضمير. هذه المراكز الأولى هذا شوطنا الذي بدأ في هذا المسار وفي هذه التحديات والانطلاقات الجميلة على أرضية تحفة الميادين ميدان المرموم في هذه الانطلاقات وفي هذه الأمسية الجميلة الذي تحمل اسم الكبار والرقص مع الكبار والانطلاق مع الكبار دائما جميل للقاية. يا سلام نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول تسيطر بنت صوغان. بنت صوغان وهي حاملة رقم واحد وهي كذلك رقم واحد في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك اللي هي حفلة عفوا رقم 10 اللي هي حفلة انطلقت على مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد خطير المضمرين يأتي ويقدم لنا مع هذا الشعار الأزرق الشعار الجميل الذي حمل الكثير من التحديات والأسماء الجميلة في عالم الأصالة والتنافس. المركز الثاني مياس على ثاني المراكز مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد أحد شبابنا المضمرين الحميري، هناك من يقدم مياسة على المركز الثاني والمركز الثالث، تأتي أشكال على ثالث المراكز لتشكل نوعية جميلة وممتازة في تحدي ورقص الثمانية كيلومترات. أشكال لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد يقدم أشكال، وهناك يأتي أبو سالم هناك من ينطلق مع هذا الانطلاق مع الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخليفة بن سالم بالصقعة الكابتن هناك من يقدم ويحمل كذلك أشارة ممتاز في التضمير وانطلاقات. يلا يا أبو سالم ركز في هذا المسار. المركز الخامس نأتي إلى خامس المراكز وبنلقى بن صوغان في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يضمرها، وسادس المراكز بنت صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري يقودها في التضمير. يا سلام المركز الثامن في هذه اللحظة تتواجد فيه بنت صوغان لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم سلطان بالشر الخاطري يقودها مضمرا، والمركز العاشرة والتاسع هناك من هجر الرياسة مع أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يقدم مع الشعار الأحمر اللي هي جميلة على المركز التاسع وعاشر المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اللي هي سلهودة، ومطر بن سيف بن لاحج الهاجري يقودها في التضمير. هذه المراكز الأولى المتقدمة للمرة الثانية على التوالي ذعناها إلى مسامعكم وإلى حضراتكم في مسار وأداء الكبار والثمانية كيلومترات اللي تقدم فيها هذه النوعية مع الأصالة ومع هذه الأسماء الذي واصلت مسارها من سن الصغار حتى إلى وصلت هذه المرحلة الذي يتوقف فيها سن الأصالة والانطلاقات ليكون سن الحول. كل ما تأتي انطلاقات جميلة وتحديات رائعة على أرضية هذا الميدان تحفة ميادين السباق ميدان المرموب في دانة الدنيا دبي، تتواصل في هذه الأمسية مع الشاشة دبي ريسنج الحاضرة مع الأصالة المنطلقة دائما مع محبي وجماهير
وعشاق الأصايل نسير مع مقدمة الشوط ونتابع المقدمة. هناك المركز الأول حفلة لا زالت محتفلة حفلة بالمقدمة مع شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد يقودها في التضمير، بينما المركز الثاني مياسة مشاهدينا متابعينا الكرام على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يقدم مياسة على المركز الثاني. أما المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن أحمد بن خريدة أو أشكال هناك على المركز الثالث، أشكال اللي تقدمت على ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في هذا الانطلاق، بينما المركز الرابع الشكلة على رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب وخليفة بن سالم بالصقعة يقودها مضمرا مع هذا الانطلاق على المركز الرابع. هذه الأربع المراكز التي انطلقت هناك بمجموعة أخرى، وهنا تأتي المجموعة الثانية اللي تتقدمها على خامس المراكز، وتأتي بنت صوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد يأتي مضمرا مع بنت صوغان، وسادس المراكز أيضا بنت صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك عبد الله بن سالم المسافري كابتن الطيارة كذلك اللي قدم مع هذه الانطلاقات والأصالة والتحديات الجميلة وجميلة. تأتي في المركز السابع من هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في تضميرها. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام وبعد وصولنا إلى 2 كيلومتر في هذه اللحظات، وهذه هي الانطلاقات 6 كيلومترات انتهت بمسار هذا الشوط، و 2 كيلومتر ما تبقى من الوصول. ثلاثية المقدمة انطلاقت الثلاث المراكز الأولى، الثلاث اللي بهنزان اللقا وزان الميدان هنا في تحفة الميادين. يا سلام، شوف التغيير من قبل الأشكال، شكلت نوعية جميلة، انطلقت إلى مقدمة الشوط بالمركز الأول الأشكال، أشكال مشاهدين الأعزاء في أداها، أشكال في شعارها الجميل، وتشكل انطلاقة ورقص في ميدان المرموم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد، يأتي بحفلة ويأتي بأشكال هناك على المقدمة وحفلة كذلك الذي تلاحقها وتندفع على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع تضمير أحمد بن سلطان بن رشيد على ثاني المراكز. أما المركز الثالث مياسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يضمرها، وهناك تتواجد في هذه اللحظات وتندفع وتنطلق، وتأتي بنت صوغان حاملة كذلك إلى أهداف الأمتار الأخيرة والتحديات والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. بدأ الأوامر هناك على الخفيف من عبد الله بن سالم المسافري، ووصلت جميلة في هذه اللحظات بالأداء الجميل بالشعار الأجمل اللي هو الشعار الأحمر مشاهدينا متابعينا الكرام، ويأتي صاحب الأمتار الأخيرة أو رجل الأمتار الأخير اللي هو أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مضمرا في هذا الانطلاق ومع جميلة على رابع المراكز. نعود مشاهدينا الأعزاء إلى أشكال، نعود الأمتار الأخير اللي تبقت من الوصول، وأشكال انطلقت إلى المركز الأول، أعلنت الرقص الجميل والتحدي الرائع هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد مع أشكال الذي شكلت نوعية جميلة من الأداء من الرقص في الأمتار الأخيرة لتندفع وتنطلق بمقدمة هذا الشوط. هذه اللحظات الأخيرة وهذه أشكال اللي مسيطرة بالرغم من الانطلاق من حفلة ومن قبل جميلة، جميلة وحفلة على ثاني المراكز، ولكن جميلة من هجن الرياسة تقدمت إلى المركز الثاني. أحمد بن مطر بن مايد يقودها في التضمير، وأشكال بدأت تقرب من الوصول، وجميلة بدأت عينها
على ناموس وعلى أشكال، أشكال جميلة. الأمتار الأخيرة والتحديات الأخيرة، لحظات الأخيرة، لحظات الوصول. أشكال مشاهدينا الأعزاء وجميلة قادمة، جميلة قادمة. أشكال، أشكال جميلة، أشكال انتزعت الناموس. ثانينا الاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، جميلة في المركز الثاني من هجن الرياسة، والمركز الثالث حفلة لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. أما المركز الرابع نشوف يا أبو حمد رعم صيحة هناك، شوف الدخول والتحدي في هذه اللحظات من قبل بنت صوغان لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. والمياسة وصلت خام في المركز الخامس لاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. نعود إلى التوقيت الزمني 12 دقيقة 57 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. أفضل توقيت مساء هذا اليوم مع أشكال لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثاني وصلت فيه جميلة، بنشوف هناك توقيتها الزمني. هذه أشكال، تهانينا لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا أحمد بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز. بينما المركز الثاني وصلت فيه جميلة في 12 دقيقة 57 ثانية، تسع أجزاء من الثانية من هجن الرياسة بقيادة أحمد بن مايد الخيالي في التضمير. والمركز الثالث، هذه لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، حفلة في 12 دقيقة و 59 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.